لاعب واحد من برشلونة، لاعب من ريال مدريد، ولاعب برازيلي كذلك. لا يمكن أن يكون هناك أفضل من شخص لتقديم هؤلاء الأشخاص اليوم إلا أنت رونالدو. إنهم لاعبون ثلاثة رائعون، ثلاث يستحقون الفوز بهذه الجائزة. كيف نقرر من كان الأفضل عام 2017؟ سوف أذكر المشاهدين بأن الجائزة مقدمة من خبراء صحفيين من 176 بلدا مختلفا. لكن أنت رونالدو، من هو الأفضل بالنسبة لك في هذه السنة؟ سؤال صعب. نعم نعم، ولكن كن صريحا، كن صريحا، لا تخشى شيء، كن صريحا، كن صريحا. حسنا، الثلاث لاعبون رائعون، لكن أظن أن الأمر ليس سهلا. أنا مشجع لريال مدريد كذلك، لا تنسوا هذا. سوف نكرر ما فعله كذلك كريستيانو مع البرتغال، شيء رائع أيضا، لا تنسوا ذلك. أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو الأفضل، ولكن ما الذي فعل الفارق؟ أظن بأن طموحه للتسجيل كبير جدا، هذا هو مفتاح النجاح بالنسبة له. هو لا يتوقف ليفكر في أي شيء أو يبحث عن الهدف، الأمور تأتي آليا بالنسبة له. أنا كنت كذلك سابقا، كنت مثله. نعم أنا أعرف أنك كنت مثله. الآن الوقت قد حان، بعد دقيقة سيداتي سادتي سوف نعرف من فاز. هو موجود في الطابق الأول من برج إيفل، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو أو نيمار سيفوز بهذه الجائزة. من هؤلاء الثلاث سيختار أفضل لاعب في العالم؟ سيداتي سادتي، الكرة الذهبية فرانس فوتبول 2017 يقدم إلى الكرة الذهبية فرانس فوتبول 2017 من نصيب كريستيانو رونالدو. ما هو إحساسك؟ سعيد، سعيد جدا. أنا أعرف أنك سعيد بتلقي هذه الجائزة أمام كل مدينة باريس. يا له من موقع. نعم تجربة رائعة فعلا، لم أتوقع هذا بالمرة في الحقيقة. أدركت بأن الطقس سيكون باردا، لكن هذا لا يهم، التجربة تتحدث عن نفسها فعلا، أمر رائع. نحن فخورون جدا بتواجدك هنا وأنت تستحق ذلك. تعال معي، تفضل. بالتأكيد الطقس بارد جدا، أنت أتيت به من مدريد. كريستيانو رونالدو، بالتأكيد الأمور أفضل في الداخل.
سيداتي سادتي، الكرة الذهبية فرانس فوتبول 2017، السيد كريستيانو رونالدو. نعم يستحق ذلك، يستحق التحية. نعم بالون دور الكرة الذهبية 2017 كريستيانو. كريستيانو، العديد من الضيوف الكبار وأسماء كبيرة جاءت إلى باريس كي تحتفل بفوزك هذا وهذه الكرة الذهبية لك الليلة. عائلتك دولوريس، والدتك وابنك كريستيانو الصغير نحن نراه هنا، جورجينا رودريغيز خطيبتك، وكذلك صديقك ووكيل أعمالك السيد مينديز، السيد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد. شكرا سيدي للتنقل والقدوم إلى هنا ليلى. مساء الخير إذن للجميع وكل هؤلاء اللاعبين الأساطير لريال مدريد، كذلك راول، فابيو كانافارو، روبرتو كارلوس، كاكا، وبالتأكيد رونالدو. أيضا كذلك مدرب المنتخب البرازيلي موجود السيد، أين هو؟ نعم السيد سانتوس. منتخبك كذلك سيد سانتوس فرناندو. أنت تعرف بأن هذه الليلة ليلتك كريستيانو، ليس كذلك؟ أريد أن أعرف ما هو إحساسك. بالتأكيد أنا سعيد جدا، هذه لحظة مهمة جدا في مسيرتي، أنا سعيد بهذا الإنجاز، هذا أمر كنت أتطلع إليه وأتطلع إليه في كل سنة وكل موسم، لذلك أنا سعيد. في السنة الماضية كنا قد حققنا موسما استثنائيا، فزنا بدوري الأبطال، فزنا كذلك بالدوري الإسباني، وبالنسبة للصعيد الفردي كنت أفضل هداف في دوري الأبطال، وطبعا كذلك الألقاب تساعد على الفوز بهذه الجائزة الفردية، لذلك أريد أن أشكر زملائي في ريال مدريد وفي منتخب البرتغالي كذلك. بالنسبة لريال مدريد نادي مهم جدا في حياتي، وكل الأشخاص الآخرين الذين ساندوني وكانوا من حولي كي أكون في حالة جسدية ممتازة. كريستيانو، نحن نعرف مدى فخرك بعائلتك، أنت تهتم إليهم أكثر من أي شيء آخر في العالم، وأنت تقول غالبا ودائما بأنهم طريق كل نجاحاتك. سوف ندعو والدتك دولوريس إلى الركحة وابنك كريستيانو رونالدو الصغير، تفضلوا إلى الركحة. He knows already how to take a mic. إنه يعرف كيف يحمل الميكروفون، ليس كذلك؟ دولوريس، ما مدى فخرك بابنك؟ إنها لا تتحدث الإنجليزية، يمكن أن أترجم إذا ما أردت. نعم تفضل بفعل ذلك. إنها سعيدة جدا وبالنسبة لها هذا شرف كبير. نعم شرف كبير، تفضل خذ الميكروفون وحدك، لا داعي، أنا يمكن أن أسمعها. ماذا عن ابنك؟ والدك جيد، ليس كذلك؟ إنه ممتاز. نعم. هل هو مثلا أعلى وقدوة لك؟ هل أنت تتبع خطاه وستفعل ذلك؟ نعم. طبعا دون أدنى شك، أنا متأكد من ذلك، لذا كلكما فخوران به دون أدنى شك. لدي سؤال كذلك لك سيدتي، هل لاحظت شيئا خاصا في ابنك عندما كان صغيرا في السن؟ Straight away. نعم مباشرة الإجابة نعم. كريستيانو، إذا بالتأكيد هذا شيء مهم، وماذا عن ابنك؟ هل سيفعل ما فعلته؟ أظن ذلك. نعم لديه شيء خاص وفريد من نوعه، أنا لا أضغط عليه بالمرة طبعا ليفعل أي شيء، لكن إذا ما أراد فعل ذلك، هو لا يزال صغيرا في السن، لكن هناك شيء خاص وفريد من نوعه في ابني. نعم بالتأكيد تعجبني طريقة تسديده للمخالفات الحرة. نعم يقف والدك هكذا، هل تريني كيف تقف قبل أن تسدد المخالفة؟ نعم أنت ممتاز، أنت جيد جدا. كريستيانو رونالدو.